اهلين يوتيوبرز، كيف حالكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كويسين. اليوم في الحلقه الثامنه من رمضانيات مع دكتوره ليليان حتكلم عن موضوع انا مره احبه، من العلاجات اللي جدا صارت محببه لي خلال الثلاث سنين اللي فاتت، واللي هي استخدام الخيوط لرفع الوش وشد الوش والرقبه. بالذات بحب استخدمه فيه اللي هو كونتورينج للخد من غير ما نحط اللي هي فاليوم، يعني من غير ما نستخدم فيلرز. ليش استخدام الخيوط صار محبب لي العلاج ده؟ بيخليني اني اقدر اسوي فول فيس ليفت مع شد للرقبه باستخدام الخيوط، وبس يكون ما في اي نوع من انواع اللي هي الجروح اللي هي الجراحيه، بس مجرد انه تكون في النقاط اللي بتخش منها الابر والخيوط وتختفي خلال 48 ساعة. فهذا حلاوة اللي هو الطب التجميلي، لانه كل يوم بنقدر بنقدم لكم علاجات تجميلية جديدة، بنقدر نعطيكم حلول مختلف المشاكل التجميلية اللي بتواجهكم. خبرتي انا مع الخيوط التجميلية طبعا هي بدأت من ايام انا كنت بتدرب في ماكيل يونيفرسيتي في كندا. كان واحد من الدكاترة بدأ يستخدم الخيوط اللي هي كانت قديمة. مشكلة الخيوط القديمة طبعا انها ما كانت بتدوب، كانت بتفضل في البشرة، وبعض الاحيان ما بتعطي شكل طبيعي وممكن تبان تحت البشرة. مشكلة الخيوط انها كانت برضها بتنساب برا، وتجي المريضة بعد يوم يومين ومستوي لها شد مرة اخرى اذا كانت بتحتاج، او اذا كانت بتحس ان هي كانت تحتاج شد زيادة وتروح. طبعا في ذاك الوقت كمان كان المنظر ما كان شكله مره طبيعي، يعني كان شويه في زي التشحيط في البشره لما بنسوي الخيوط، فما كان بتعطي منظر طبيعي بالنسبه للوجه. فهذا كان اول تدريب لي بالنسبه لاستخدام الخيوط اللي هي كنا بنستخدم الخيوط القديمه. طبعا تطور الموضوع ده وصاروا يسووا ابحاث وصاروا يبحثوا انه مثلا كيف نقدر نحسن الموضوع ده. نبغى شكل انه يكون طبيعي، نبغى انه لما احنا بندخل الابر والخيوط انه يكون سهل الموضوع، وفي نفس الوقت ما نبغى نسوي اي اثار تبان، يعني زي المريضه لما تكون سوته ما يبان عليها ان هي سوته، ما نبغى خيوط تفضل فيصير الاحساس عند المريضه انه في خيوط تحت الجلد، طبعا بيضايقها. فكانت هذه مشاكل الخيوط القديمة، فحاولوا يدوروا حلول خلال السنين اللي بعد كده. يعني لما كنت سوينا الخيوط في مونتريال it was in 2007، هذا كانت آخر سنة لي هناك. فمن 2007 إلين دحين أتطور بطريقة مبهرة اللي هي استخدام الخيوط بالنسبة لشد الوجه ورفع الرقبة. يعني دحين صرت أقدر أقدم لمريضاتي إن أقدر أسوي لهم فول فيس ليفت باستخدام الخيوط. طبعاً دائماً بقول للمريضات اللي بيعملوا فول فيس ليفت باستخدام الخيوط إنه هذا مو نفس نتائج اللي هي الجراحة التجميلية. يعني الناس اللي تبغى تكون عندها نتيجة الجراحة التجميلية بالنسبة لشد الوجه، إذا يروحوا يعملوا consultation مع plastic surgeon عشان يسوي لهم شد الوجه الجراحي، وقتها يقدروا يلاقوا نتائج شد الوجه الجراحي. احنا استخدام الخيوط بستخدمه عشان اعطي بديل، يعني في كثير من المرضى ما يبغوا undergo surgery وما يبغوا يسووا عمليات جراحيه، يعني ما يبغوا يعملوا تخدير كامل، ما يبغوا يكون عندهم scars، يعني ما تكون عندهم جروح واضحه، ما يكون في اللي هي aftermath of an operation انه ايش بيحتاجوا انه يعدوا فتره نقاهه بعد ما يسووا عمليه، غير انه ممكن تصير لهم complications بتاعت العمليات. فيبغوا يسووا شيء سريع وفي نفس الوقت بيعطي اللي هو الافكت اوف سيرجري، لكن من غير ما يعدوا ب فول اوبريشن. هنا يجي دوري ان احنا بنقدر نقدم عن طريق استخدام الخيوط رفع للوجه والرقبه وفي نفس الوقت شد للبشره. طبعا انا جربت كثير خيوط باشكال مختلفه، زي ما قلت لكم اوريدي انا كنت مجربه ومتدربه على موضوع اللي هي استخدام الخيوط اللي اصلا ما كانت تسل لها ذوبان، لكن وي ار لاكي انه في هذا الزمن صار في الخيوط اللي احنا نستخدمها انها ما تفضل ويسل لها ابزوربشن. لكن في نفس الوقت احنا ما نبغى ان هي يسل لها ابزوربشن من غير ما تعطي مفعول قوي، من غير ما تفضل نتيجة الخيوط. طبعا الخيوط اللي انا احب استخدمها بعد تجربتي للعديد من انواع الخيوط المختلفة والتكنيكات المختلفة، لقيت اسهل شيء وابسط شيء واحسن نتيجة، وما في كثير اللي هي اعراض جانبية
لما بستخدم خيوطي انا بحب استخدم اللي هي السيلويت سوفت. طب دحين انا بتكلم على السيلويت سوفت، يعني ما هي دعايه لا بيدفعوا لي ليها الفيديو ده ولا شيء، بس هي هذه الخيوط اللي انا بستخدمها في العياده، وانا دائما كثير استخدم الفيديوز اللي انا بسويها في اليوتيوب لمريضاتي انه يصير لهم ريفرنس، يعني ممكن يرجعوا ثاني ويشوفوا الفيديوز دي على اساس انه بيشوفوا فيها كثير من المعلومات اللي اقدمها عن البروسيجر اللي انا بقدمها في عيادتي. فعشان انا بستخدم السيلويت سوفت في عيادتي مش كده هتكلم على السيلويت سوفت. السيلويت سوفت خيوط اللي هي معموله من البولي لاكتيك اسيد ماتيريال معين. حراره الماتيريال ده انه بيدوب، يعني بيمتصوا الجسم، وفيها نوتس اللي هي فيها عقد وفيها كونز. لما اشوف في جوجل ترانسليت كونز معناته مخاريط، فهذه العقد وهذه المخاريط هي اللي تمسك في البشرة فبتساعدني في عملية الشد. الشيء الثاني انه لما بنحطها في البشرة بتتكون نوع من انواع الالياف، انسجة الالياف حوالينها، بالذات حوالين الكونز، بالذات حوالين النوتس، وهذه بتساعد انه تفضل الافكت بتاعة الشد اللي احنا بنعمله. الشيء الثاني انه نفس البوليلاكتيك اسيد لما بيدوب بيسوي نوع من انواع استيميليشن لتكوين الكولاجين، يعني بيعمل نوع من انواع التنشيط للخلايا اللي تكون الكولاجين في المنطقه، فبيصير في تقويه للبشره اللي حوالين المنطقه فبتظهر بشكل شبابيه اكثر. ايش الاستخدامات اللي انا بستخدم فيها الخيوط؟ الخيوط بستخدمها بانه ممكن ارفع الحاجب، بيسوي لي شد للمنطقه دي، وفي نفس الوقت ممكن اسوي كونتورينج بالنسبه للخيوط، بيرفع الميد فيس، يعني بيرفع اللي هو المنطقه اللي هي وسط الوجه، وفي نفس الوقت كمان بقدر بسوي تحديد لخط الفك اللي هي الجو لاين، وبنقدر نسوي شد للرقبه. في نفس الوقت ممكن اسوي فيه تكنيك معين باحنا نقدر نتخلص من الدبل شن في المنطقه دي او التخفيف منه، يعتمد على الحاله. طبعا النتائج مختلفة، يعني يعتمد على الحالة، يعتمد على السن، يعتمد على قد ايش في بشرة مترهلة في المنطقة، يعتمد على امكانية المريضة بانها تجدد الخلايا ولا لا، اذا كان في امراض جانبية بالنسبة للمريضة ما بتخلي انه الجسم يتفاعل بطريقة صحيحة مع الخيوط، اذا سووا بروسيجر في المنطقة او جراحة في المنطقة، وايش الادوية اللي هي بتستخدمها، لانه ممكن بعض الاحيان بعض الادوية تسبب زيادة في اللي هي بروزينج، لانه مثلا في سيوله في الدم، او الناس اللي بيدخنوا ما بيصير بشرتهم بتتفاعل بطريقه زي الناس اللي ما بتدخن. لكن بصراحه استخدام الخيوط قدرني ان انا اقدر اسوي فول فيس ليفت ونك ليفت للكثير من المرضى اللي ما يبغوا العمليات الجراحيه، او انهم مثلا يبغوا ياخروا موضوع الجراحه قدر الامكان فبيستخدموا الخيوط، بانه نقدر نعطي لهم نوع من انواع الشد بالنسبه للوجه والرقبه، وبتخليهم انه مو يحتاجوا دحين يسووا عمليه، ممكن ياجلوا موضوع العمليه لقدام. طيب ايش الستبس اللي هي بتفر فيها المريضه اول ما تيجي العياده لما تخلص العمليه اللي هي وضع الخيوط، وايش الافتر كير، يعني ايش اللي تحتاج انها هي تنتبه له بعد ما بتسوي شد الوجه بالخيوط. طبعا اول حاجه زي ما دائما نتكلم انه مهم الكونسلتيشن، يعني مهم ان تيجي المريضه لطبيبه الامراض الجلديه ونتناقش انا وهي هي ايش تبغى، ايش الشيء اللي مضايقها وايش اللي تبغاه او ايش النتائج اللي متوقعه. طيب بعد كده باخذ ميجرمنتس بالنسبه للمنطقه اللي احنا نبغى نعالجها، لانه لازم انا اقرر كم كون او كم مخاريط في القيط الواحد نحتاجه للمنطقه، لانه ممكن تكون المنطقه صغيره او ممكن تكون المنطقه كبيره، فبحتاج اقرر ايش الكونز اللي انا استخدمها، لانه في 8 و12 و16، طبعا بقرر كم ثلاث هي بتحتاجه، وبنعمل الميجرمنتس وبنحط فين موقع اللي احنا بندخل فيها الخيوط وفين مخارجها، او في المنطقه دي بحط الانستيزيا. بعد كده بيصير نعقم المنطقه بالكامل اللي احنا بنعمل فيها الخيوط على اساس انه ما تخش اي نوع من انواع البكتيريا، عشان ما يصير في التهاب بكتيري في المنطقه اللي احنا نبغى نعمل فيها الخيوط. بعد كده بنضع الخيوط طبعا على حسب المنطقه، على حسب الرفع اللي احنا نبغى نعمله. بعد ما تحط الخيوط كامل بنجلس المريضه وبننظف المنطقة، وفي نفس الوقت نبدأ في عملية الشد.
بنشد على قد ما نقدر لانه في حد معين بالنسبه للشد. بعد ما نتاكد انه الطرف اليمين سيمتريكال مع الطرف اليسار، يعني ما في اختلافات. طبعا احنا عموما عمر مبشر لو انتم جلستوا في المرايه وقسمتوه بالنص ما يكون متساوي، لازم تكون في شويه اختلافات. طبعا لما بنشد هذا الاختلاف اللي اصلا كان موجود ما بنقدر نغير فيه مره كثير، بس طبعا قدر الامكان بنخلي انه المنطقه مظهر البشره تكون مظهر الوجه والرقبة يكون سيمتريكال، يعني متوازن مع الاختلافات اللي اصلا دائما بتكون موجودة بين الوجهين. وقتها بقدر اقص الخيوط. طبعا بعد كده خلاص ما يظهر اي شيء بالنسبة للبشرة، يعني ما تكون في اي خيوط ظاهرة والخيوط تكون تحت البشرة. المداخل والمخارج بالنسبة للخيوط ما تبين فيها اي شيء غير نقطة اللي هي جرح بسيط لمدخل الابرة، وهذا حلاوة السيلويت سوفت انه ما حيبين، يعني ما حيبين ان احنا سوينا خيوط. بنحط على المداخل والمخارج اللي هي مدخل الابر انتبيوتيك، عادة بستخدم اللي هو الفيوسيدين، وبس بكده تكون المريضة جاهزة انها تروح المنزل. الخيوط ممكن يصير فيها نوع من انواع الاتفاق لانه بتتفاعل البشره مع الخيوط، او في نفس الوقت ممكن طبعا لما نحط اي ابره بالنسبه للوجه ممكن يصير فيه كدمات اللي هي البروزز، وعادة بعطي كريم عشان يودي الكدمات. بالنسبه للسوالينج اللي هي الاديمة اللي بتحصل او الانتفاخ اللي بيحصل عشان التفاعل، هذه عادة بتخف خلال يومين ثلاثة. عادة بعطي المريضة اللي هي اذا كانت استخدمنا كمية قليلة من الخيوط مجرد ان هي تحط نوع من انواع الانتبيوتيك على شكل كريم في المداخل والمخارج بتاعت الخيوط اللي هي النقاط اللي فيها دخلت الابر، بتحط عليها مرتين في اليوم لمدة 5 ايام. ممكن تستخدم نوع من انواع المعقم قبلها في بعض الحالات، وتعتمد على اللي هو الباك جراوند الطبي بتاعت المريضة. في الحالات اللي انا اكون مسوية فيها فول فيس ليفت، يعني شديت كل الوجه وكل الرقبة بخيوط عديدة، وقتها ممكن بحطهم على انتبيوتيك ياخذوه في البيت، بس عشان ما يصير اي نوع من انواع الالتهابات، وكمان يعتمد على المريضة والباك جراوند الطبي بتاعتها. حتى ما احب احطوا اي شيء بالنسبة لبشرتهم لمدة 24 ساعة اذا يحسوا ان هم يحتاجوا عشان الصور نوع من انواع التبريد. بخاخ موية اللي هو عادة بتنباع في الصيدليات، بيحطوها في الثلاجة ويبخوها على الوجه عشان تكون معقمة ومن غير ما يكون في سوك
لوكينج يعني بالنسبة للبشرة، يعني ما يكون زيادة عن اللزوم فيها استخدام الموية، عشان هذا ما تدخلش أي نوع من أنواع البكتيريا في اللي هي أماكن الإبر. بعد 24 ساعة ممكن يستخدموا كمادات باردة لما ينزل السوالين بتاعة المنطقة اللي صار فيها التفاعل، عشان القيود اللي دخلت في البشرة. بعض الناس يصير عندهم نوع من أنواع الألم البسيط، ممكن يستخدموا فيها البنادول أو فيفودول أو شيء زي كده. أفضل إنه ما يستخدموا نوع من أنواع الأنسينز زي البروفين وغيره، لأنه ممكن يزيد من موضوع الكدمات. طبعاً أنا أفضل إنه زي ما قلت إنه ما يتحط أي شيء بالنسبة للبشرة غير المضاد الحيوي اللي هو الكريم الأنتيبيوتيك على اللي هي أماكن الإبر. ففضل نفس الوقت إنه ما يستخدموا المكياج لمدة 24 ساعة. شيء تاني إنه طبعاً هذه الخيوط اللي ما تثبت بالنسبة للوش، فلازم في instructions معين بالنسبة لها. دائماً أفضل المريضة ما تنام على وشها على جنبها، ما تنام على الناحية اللي هي عملنا فيها الخيوط، لا على يدها، لا على ناحية اليمين ولا على ناحية اليسار. والأفضل طبعاً إنها تنام على ظهرها وتكون شوية مرتفع، على أساس إنه برضو الصولي ده يكف في البشرة لمدة يومين لخمس أيام. ممكن يغسل وشهم، أو مثلاً الرجال ممكن يسوي شيفينج وكله، بس ما يسوي مساج للمنطقة لمدة أسبوع، لأن زي ما قلت هذه خيوط وما نبغاها إن هي تتحرك في نفس الوقت لما هي تثبت وتتفاعل البشرة حوالينها، فما نبغى نحركها. الشيء الثاني طبعا اقول لهم بتاتا ما يعملوا مثلا دنتال بروسيجر، يعني ما يكون في اي نوع من انواع فتحه الكبير بالنسبه للفم، وكمان مثلا احد بيشتغل على الاسنان، لانه عاده في هذه العمليات بيحتاجوا ان يفكوا الفم يعني شويه بطريقه كبيره، وبيعملوا تحريك للعضلات في المنطقه دي. فالافضل انه ما يسووا نوع من انواع اللي هي دنتال بروسيجرز لمدة شهر. في نفس الوقت ما يكون في حركة، يحاول قدر الإمكان إنه ما يحركوا عضلات اللي تكون تحت الخيوط بطريقة excessive يعني exaggerated، فتكون لازم حركة الوجه وحركة الرقبة بسيطة لمدة أسبوعين. طبعا زي حكاية dental procedure ما يتعمل أي نوع من أنواع treatments في البشرة أو الوجه، أو إنه أي حاجة أو massages بالنسبة للوجه والرقبة، او نوع اي نوع من انواع مثلا الفيشلز اللي فيها مساجات، او نوع من انواع التريتمنتس مثلا اللي هي استخدام الاجهزه زي الليزرز والراديو فريكوانسي او غيره لمده شهر. طبعا اذا كان في اي نوع من العمليات التجميليه، الافضل طبعا تقولوا لطبيبتكم او طبيبكم المعالج انكم انتوا عملتوا اللي هي الخيوط وايش المناطق اللي انتوا سويتوا فيها، عشان يمكن انهم يكونوا يعرفوا اذا كان مناسب لكم العلاج او غير مناسب. في نفس الوقت اللي هي الرياضه الاكسسيف، يعني مثلا الرننج اللي هي الايروبكس النط والاشياء دي ما تتسوى لمده اسبوعين. ما يتعمل سونا، مساجز، ما يتعمل اللي هو الحمامات المغربية، الحمامات التركية، حتى لو كان بالنسبة للجسم لمدة أسبوعين، عشان برضو ما يصير فيه نوع من أنواع manipulation للمنطقة. حاطة لكم فيديوز من السيلويت سوفت برضو في صندوق التعليق المصاحب للفيديو ده. أوكي يوتيوبرز، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. بالنسبة لمريضاتي ومتابعاتي اللي بيفكروا ان يعملوا البروسيجر دي، يكونوا استفادوا من المعلومات اللي عرضت في الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا بالفيديو مع متابعينكم، ولا تنسوا تحطوا لي تعليقاتكم في الكومنت بوكس بلو. زي ما بقول لكم انا مرة بستفيد من التعليقات اللي بتحطوها، لانه زي ما قلت لكم بتفيدني في اختياراتي بالنسبة للمواضيع اللي اقدمها في القناة دي. واشوفكم بكرة، وباي يوتيوبرز.